أيام قلائل تلك التي تفصلنا عن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي يبحث فيها أبطال البعثة العراقية عن إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازاتهم التاريخية، لا سيما في المحافل الأولمبية. اللجنة البارالمبية العراقية ستشارك ب 22 لاعبا ولاعبة في عدد من الفعاليات، حيث تراهن فيها على بطل رمي القرص العالمي جراح نصار في مواصلة حصد الألقاب البارالمبية والعالمية، والحال ينطبق على بطلة تنس الطاولة اللاعبة نجلة عماد صاحبة الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في هانغشتو، وبطل رمي الرمح ولدان نزار الذي يبحث هو الآخر عن ميدالية أولمبية. أما العداء الذهبي علي كاظم فهو الآخر على موعد جديد في فعالية سباق 100 متر بعد تألقه في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة وحصوله على ذهبية السباق. أما بطلا الحديد فارس سعدون ورسول كاظم فسيشاركان في فعاليات رفع الأثقال، وهما يبحثان عن إنجاز عالمي آخر. أما فريق المبارزة الذي استطاع أن يحفر اسمه بأحرف من ذهب في بطولة العالم ودورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، يبحث هو الآخر عن إنجاز جديد يجير لرياضة المبارزة العراقية عالميا، وتبقى الآمال معلقة على بقية أعضاء البعثة العراقية التي تجد في نفسها القدرة على مقارعة خيرة أبطال العالم في محفل دورة الألعاب البارالمبية باريس، بعد الإخفاقات التي حصلت لرياضيي العراق الأصحاء في تلك الدورة التي سبقت البارالمبية قبل أيام. رئاسة اللجنة البارالمبية لم تدخر جهدا في طريق إعداد رياضيين المتأهلين لبارالمبياد باريس، كما وساهمت بعض مؤسسات العمل المدني بدعم أبطالنا من خلال وضع اللوحات الضوئية وسط ساحات مدينة بغداد الجميلة لتكون خير داعم لهم في محطتهم الإعدادية للبطولة العالمية. كما ودخل رياضيون معسكرا تدريبيا في تركيا قبل انطلاق المنافسات البارالمبية، وهي آخر بروفا للبعثة العراقية الباحثة عن المجد الجديد، وهي جديرة به.